مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا الثانية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد لطقس الجزائر. متابعينا الكرام، نعود إليكم من جديد ونشرية جوية خاصة للمناطق والولايات المعنية بتساقطات للثلوج وأيضا الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى نشرية جوية خاصة بالرياح القوية العاتية جدا. إذا اضطراب جوي نشيط محمل بأمطار كما قلنا وثلوج بداية من يوم الجمعة، صباحة يوم الجمعة 8 من شهر ديسمبر إلى غاية السبت 9 من شهر ديسمبر. إذن هذا الاضطراب متابعينا الكرام سيخص بدرجة كبيرة المناطق الشرقية بالإضافة إلى المناطق الداخلية، سواء منها الشرقية الوسطى وأيضا الغربية. تقريبا أمطار معتبرة وغزيرة جدا، الثلوج أيضا ستكون حاضرة على المرتفعات. إذن المناطق المعنية بالأمطار ولاية وهران، عين تيوشن، تلمسان، بالإضافة إلى مناطق مستغانة، مشلف، تيبازا، جزر العاصمة، تيبازا عفوا، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيزي، جسكيك، دعنابة، وطارف، سقهراس، قالما، وقسنطينة، وميلة، وسطيف، وبرج بوعرج، البويرة، البوليدة، المدية، عين الدفلة، خمس منيانة، تسم، سيلة، معسكر، غيريزان، بالإضافة إلى شمال السعيدة، شمال سيدي بالعباس، ولاية أيضا تيارة، شمال الجلفة، بالإضافة إلى بعض المناطق من ولاية المسيلة. مع مرور الساعات الأولى من الفترة الصباحية الأمطار ستصل إلى المناطق الشرقية بدرجة كبيرة، ستشمل كل المناطق الشرقية من الجزائر العاصمة، تيبازا، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجيس، كيكدا، عنابة، والطارف، سقراس، قالما، قسنطينة، ميلا، سطيف، برج بوعرج، البريدة، المندية، والبويرة، وأيضا أم البواقي، باتنا، خنشلة، بسة، شمال ولاية بسكرة، شمال شرق ولاية وادي سوف. إذن الرياح أيضا ستكون عاتية جدا على كل هذه المناطق الشمالية سواء الشرقية الوسطى والغربية إلى غاية شمال الصحراء والواحات. متابعينا الكرام، رياح أيضا ستهب على كل السواحل الشرقية الوسطى والغربية. الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات الشرقية، مناطق الأوراس، مرتفعات أيضا جرجرة، تيزي وزو، مرتفعات أيضا البابور ولاية سطيف، ومرتفعات بجاية، مرتفعات البويرة، ومرتفعات أيضا البويرة بإذن الله تعالى. إذا متابعينا الكرام، هناك خير كبير قادم من المناطق الجزائرية، أجواء باردة جدا شتوية، سنوافيكم بتفاصيلها في الساعات المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.